بسم الله الرحمن الرحيم. ABC متساوي الساقين وقائم الزاوية في A. متساوي الساقين يعني أن الضلعان AB و AC متقايسان، ولذلك أخذنا المسافة هي A. السؤال: أحسب BC بدلالة A، يعني نحسب طول الوتر BC بدلالة A. ثم السؤال الثاني: أحسب سينيس B وكوسينيس B، يعني سينيس الزاوية B وكوسينيس الزاوية B، يعني جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية. ثم نستنتج أن سينيس 45 درجة يساوي كوسينيس 45 درجة يساوي جذر مربع 2 على 2. وأخيرا نحسب طونجونت 45 درجة، يعني ظل الزاوية 45 درجة. المثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. إذا حسب فيثاغورس فالوتر مربع بي سي مربع يساوي ا بي مربع زائد ا سي مربع. ا بي و ا سي لهما نفس القياس، نعوض بأ لأن ا بي يساوي ا سي يساوي ا. إذا ا بي مربع هو ا مربع زائد ا سي مربع زائد ا مربع، يعني أن بي سي أس 2 يساوي 2 ا مربع. نتخلص من الجذر، والمسافة دائما موجبة، فبي سي تساوي ا جذر مربع 2، ونستثني ناقص ا جذر مربع 2 لأن المسافة دائما موجبة، لأن هذه حل هذه المعادلة يعطينا حلين: ناقص ا جذر مربع 2 و ا جذر مربع 2، ونأخذ ا جذر مربع 2 لأن المسافة موجبة. السؤال الثاني: أحسب سينيس لبي وكوسينيس لبي. سينيس بي هو الضلع المقابل على الوتر، سينيس الزاوية بي، هذه الزاوية بي، سينيس الزاوية بي هو المقابل على الوتر، يعني AC على BC، AC على BC، ونعوض AC بقيمتها و BC بقيمتها. ثم نختزل فنجد 1 على جذر مربع 2، ونتخلص من الجذر 1 على جذر مربع 2، تصبح جذر مربع 2 على 2، يعني ضربنا هنا البسط في الأعلى ضربنا في جذر مربع 2، والمقام أيضا ضربناه في جذر مربع 2، فيصبح لدينا جذر مربع 2 على 2. ونفس الأمر بالنسبة لكوسينيس بي أيضا، إلا أن الكوسينيس بي هنا تساوي الضلع المحادي للزاوية الحادة بي على الوتر، المحادي هو أ بي على بي سي تساوي أ على أ جذر مربع 2، فنجد أيضا جذر مربع 2 على 2. والنتيجة هي أن سينيس 45 درجة تساوي كوسينيس 45 درجة تساوي جذر مربع 2 على 2. لماذا؟ لأن في المثلث المتساوي الساقين والقائم الزاوية، وأيضا في أي مثلث مجموع الزوايا يساوي 180 درجة، إذا هنا لدينا 90 درجة لأن الزاوية قائمة، فبقي 90 أقسمها على هاتين الزاويتين لأنهما متقايستان، متقايستان لأنه مثلث متساوي الساقين. ف90 قسمة 2 يعني هنا 45 درجة وهنا 45 درجة. إذا النتيجة في المثلث المتساوي الساقين والقائم الزاوية، نجد هذه النتيجة: سينيس 45 درجة تساوي كوسينيس 45 درجة تساوي جذر مربع 2 على 2. وأخيرا نحسب ظل الزاوية طونجونت 45 درجة. طونجونت 45 درجة تساوي سينيس 45 درجة على كوسينيس 45 درجة. لدينا السينيس 45 درجة يساوي كوسينيس 45 درجة يساوي جذر مربع 2 على 2، فعددان متساويان نقسم نجد 1. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.